المهم شوفوا القصة هذه الغريبة. اتصلت بالمغسلة قالت لي أجيب لي طبيبة الهلال الأحمر، أبغى تستدعي لي الدكتورة حق الهلال الأحمر. قلت ليش؟ قالت عندي مغسل، عندي ميتة حية ما أقدر ما أغسلها. هذا تصريح الدفن حقها وتبليغ الوفاة. قالت نعم هذه بناتها موجودة وأخواتها. أديني بنتها. إيش فيها بنت؟ تبكي البنت. قالت ما أقدر أقول عن أمي. المهم قلت لها يا أم فلان عشان أجيب دكتورة يعني يتحمل مسؤولية. قالت لي أنا أقول لك ما أغسل واحدة حية. هذا الكلام سجلته ورسلت لي هي رسالة حاطة في الملاحظات. إيش اللي حصل؟ تقول يا شيخ أول شيء الميتة هذه ليست متينة وليست ثقيلة. نحن أنا والمساعدة حقتي واثنين من بناتها واثنين من أخواتها أول ما جابوها في النقالة في الأرض ما قدرنا نرفعها على دكة الغسل. كيف؟ 6 أنفار تقلبوا سيارة. قالت ما قدرنا نرفعها. قلت لها الطريقة كيف؟ وكلهم يعرفوا الطريقة. نفس الكفن نجيبه تحت الرقبة توب وتحت الظهر والرجل ثم يمسكوا من هنا ويرفعوها تترفع. ثاني حاجة تقول يا شيخ حطيت عليها السترة وبدأت في تنجيتها وأول ما جبت الموية أبغى أحطها أبغى أوضيها وإذا هي تمسك في المقبرة. يا أم فلان قولي غير كلام هذا. قالت أقسم لك بالله يا شيخ إني كل ما أقرب الموية ما في ولا شيء من جسمها يتحرك إلا يدها تمسك في المقبرة. كيف الكلام؟ قالت لي أقول لك أنا ما أغسل واحدة حية خلدي. طيب جبنا الدكتورة، الدكتورة دخلت كشفت عليها قالت هذه ميتة من التاريخ والمعفي. قالت أنا ما أغسلها. قلت لها أجلس في الركن هناك وقولي البنات إيش تسوي هم يغسلوا. بنتها الكبيرة اللي قاعدة تبكي من الأول ما شافت ما رفعوها ما قدرت تحمل غسل جلست جنب المغسلة. فسألتها المغسلة إيش يا أمي كان؟ إيش فين تروح؟ من أصحابها؟ من فين يخرج؟ فين هي؟ فايش تتوقعوا؟ قالت لها اول حاجه باللغه المكويه قالت لها انت مالك صلاح. احنا جبناك عشان تغسلي ولا عشان تحققي معانا؟ فقالت لي المغسله كذا قلت لها قولي لي يقول لك الشيخ سوف تتعلق في رقبتك يوم القيامه انا وياه لان ما قلت لنا السبب. يبقى نعرف السبب ما نقول ما فضحناه. لما عرفت كذا ضربت في دماغ قالت اقول لكم السبب. امي تصلي وتصوم وطيبه معانا وكل شيء بس فيها حاجه قد كذا قد الضره. شوف قد الضره حمص تقول ايش هي الحاجه دي؟ قالت امي تحب نقل الكلام بالنميمه تحب الغيبه تحب النميمه تقول وصل بها ان من الغيبه حقتها انه تروح لفرح ما هي معزومه فيه عشان عارفه انه حليمه وصالحه موجودين في هذا الفرح وبينهم سوء تفاهم. تيجي تقول لحليمة شوفي صالحة قالت فيكي كذا 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 وتيجي لحليمة وتقول لها شوفي صالحة بتقول لك كذا كذا وكذا كذا عشان توقعوا في بعض وترجع البيت تقول بناتها تزغرط فرحانة يا يمة والله حرام يا يمة ما لكم شغل. طيب قولي لها أسأل جبتوا لها؟ قالت جبنا لها أشرطة وكلمنا الشيخ كذا مشايخ كلمها وجبنا لها سي دي. أبد وصل اخر حاجه بها من الغيبه والنميمه ان توقع بين الاخوين والاخوات اولادها. يا بنت انت رأي اليوم راح جواز فتو ليش الفستان اللي جاب لك هو ابوك ب 200 ريال وجاب لي خديجه ب 2000 ريال؟ ليه جاب لي اخوك هذا محمد سياره هوندا وجاب لي عبد الله سياره لكزس؟ صارت توقع بينهم. في الاخر جمعوها كلهم قالوا نضع حل لامنا لأن الحالة ده ما يفضل كده وصارت سمعتنا زي الزفت لما أخذها كرمكم الله. جمعتهم قالوا لها يما لازم ننقل من الحارة سمعتنا خلاص صارت زي الزفت في الحارة ومعروف عنها. تعرف ايش قالت؟ تآلت على الله سبحانه. قالت لأولادها أو بناتها كلهم قال مين حاسبني على الكلام هذا؟ مين حيحاسبني على الكلام هذا؟ قالوا له نحن ما نحاسبك انت امنا بس نحن نذكرك ننبهك. قالت ابغى مين اللي حيحاسبني؟ قال اللي حاسبك الله سبحانه وتعالى. تعرف شردت؟ قالت اني عارفين ان الله هو اللي حاسبني. انتوا ما لكم شغل انا والله نتحاسب. هي والله تتحاسب كانه اخوها ولا اختها اللي بتتحاسب. الله يا اخوان حالات كثيرة وقفت علي، حالات كثيرة أسأل الله لي وكم أحسن خاتمتنا في الدنيا.